آلاف المحتجين في شوارع ميانمار من جديد، تظاهرات في العديد من البلدات عقبت أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري على السلطة في فبراير المنصرم. وفيما تتصدى قوات الأمن للمتظاهرين، قتل رجل وأصيب عدد آخر من جراء إطلاق النار في بعض الشوارع. وعلى الرغم من المواجهات وسقوط الضحايا، يسعى المحتجون إلى إظهار رفضهم للحكم العسكري بعد عقد من الإصلاح الديمقراطي. ناشطون محليون دعوا قوات الأقليات العرقية في البلاد إلى دعم حملتهم ضد الحكم العسكري وحماية من يتصدون لقمع الجيش. ما يجري في ميانمار أثار ردود فعل دولية ضد ممارسات الجيش، فقد أعربت روسيا عن قلقها من العنف الذي يستهدف المدنيين بعد مقتل أكثر من 100 شخص بينهم أطفال. كما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن ما وصفه بالقمع المشين جدا للمتظاهرين في ميانمار. من جانبه، استنكر الاتحاد الأوروبي مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات المنددة بالانقلاب العسكري. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالبت المجتمع الدولي بحماية شعب ميانمار مما يرتكبه الجيش من جرائم بحقه. وكان وزراء الدفاع 12 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا دانوا القوى القاتلة المستخدمة ضد المتظاهرين، وشددوا على أن مهمة الجيش هي حماية لا إيذاء الشعب.